مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من بوبوب نيوز، موعد كيتجدد يوميا من اثنين حتى الجمعة. كنتقاسموا فيه أخبار متنوعة وكنحاولوا نعطيكم جديد الفنانين المغاربة اللي كيتألقوا وكيبدعوا في مجالات مختلفة. البداية مع صامد غيلان وخبر غريب شيئا. ناخذ الرأي ديالك فيه في الخبر جديد العلماء، حيث أن العالم التركي إرسين يغمور اكتشف نوعا جديدا من العقارب في منطقة بيشهير بولاية قونية، واختار أن يطلق اسم زوجته جون هانم على هذا النوع تكريما لدورها ودعمها لمسيرته العلمية. كاين ناس كيقول لك واش متيني هو عرفتي ديك كيكوي وبخ لعب بالمشاعر ياك المشاعر هادشي اللي كاين دايزه هاد المسألة هذه الله اعلم صعيبه شويه زعما ما فيها شويه ديال المهم اكتشاف مهم بالنسبه للعلم. نشوفوا اخبار واحده اخرى في الزابينغ. من بعد تألقها في مسلسل دار النساء في رمضان الماضي، ستطل الفنانة ابتسام العروسي قريبا على الجمهور من خلال مسلسل درامي جديد بعنوان شكون كان يقول، تؤدي فيه دور مختلف وجديد عن ما قدمته من قبل. الفنانة شاركت مع متابعيها على حساب الرسمي على انستغرام صور لها من كواليس العمل. تتواصل بالناظور فعالية الدورة 13 للمهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة، وذلك إلى غاية 10 من نوفمبر الجاري تحت شعار ذاكرة السماء والأرض. الدورة تعرف مشاركة أفلام من دول مختلفة من آسيا، أوروبا، أمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا، بالإضافة للمسابقة الرسمية وعروض الأفلام. برنامج الدورة يتضمن موائد مستديرة ورشات تكوينية حول المهن السينمائية وتكريم العدد من الأسماء الفنية. وبأسف تواصل فرقة فانوراميك برنامجها الثقافي الذي أطلقته منذ أيام بالتزامن مع الاحتفاء بعيد المسيرة الخضراء، أيام فنية تشمل ندوات، لقاءات، عروض ومحاضرات، مشاركة أسماء ووجوه فنية بارزة. نهاية هذا الأسبوع ستعرف تنظيم ورشاتهم تقنية الكتابة محور مسرحة قصيدة العيطة من تأطير الكاتب والفنان المسرحي عبد اللطيف فردوس، وذلك مدينة الفنون. ضيفنا اليوم هو الفنان الممثل والمخرج عمر لطفي اللي تكلمنا على ارتدائه ثلاث قبعات فيلم البطل، الإخراج التمثيل وكتابة السيناريو. لي تخوا كاسكيد عمر لطفي. عمر لطفي اللي كنفرحوا ملي كنشوفوا ممثلين كيخوضوا تجارب جديدة. الإنتاج كان عنده مع رضوان وتحدثنا على هذه التجربة وعن أعماله القديمة كذلك. السلام عليكم، معكم عمر لطفي في بوب أب. بالنسبة للفيلم السينمائي البطل، هو أول تجربة ديالي كمخرج مع المنتج رضوان اللي صراحة آمن بالفكرة وخاض معايا التجربة هذه. صراحة الفكرة جات من بعد واحد الوقت اللي هو دوزنا مع بعضياتنا، ماشي فرضنا على راسنا، جات في وقتها، يعني جات في واحد الوقيته اللي قلنا ديسيدي باش نديروا شي حاجه انا وياه. وبالنسبه لي انا يا البطل تجربه اللي هي بالنسبه لي مدرسه اللي استفدت منها بزاف ديال الحوايج مع مجموعه ديال الممثلين، عزيز داداس، فرح الفاسي، مجد الادريسي، رفيق بوكار، فهد بن شمسي، راويه، والحمد لله والاخرون، وكذلك بمشاركه لاول مره ديال رضوان في العمل. استغربت انه وافق انه يكون معي في العمل، وبالنسبه لي لان هذه تاريخيه بالنسبه لي، ان اول مره كنشوفوا رضوان في عمل سينمائي. فرحت بزاف لانه بالنسبه لي تكليف اكثر ما هو تشريف. كتبت سيناريو مع مهدي شهاب وربيع بن جحيل، كذلك درت اخراج اللي هو صعب انك دير الاخراج وفي نفس الوقت انك تمثل، تحت اداره فنيه معايا فرح الفاسي اللي كانت واقفه معايا في العمل كذلك، لانه صعيب انك دير الاخراج وتمثل. والحمد لله دازت تجربه شويه صعبه بحكم انه حاولت انه نوازي ما بين الاخراج والتمثيل في نفس الوقت. حاليا عندي البطل اللي زعما لا كونسونطراسيون ديالي كلها عليه. من بعد ان شاء الله عندنا مشاريع اخرى اللي كاين شي حوايج زوينين غادي نشوفوهم في اطار هذه الشركه اللي ان شاء الله غادي يكون اول مولود ديالها هو البطل. هذه مراتي ندير فيها ما بغيت، هذه مراتي وندير فيها ما بغيت. شكي مرة مسكينة حاملة بالطبيعة كيجبد الدري فيها النص وكيخلي فيها النص، وانت انسان فاشل غنسجل لك ونصيفط عليك اوديو. انت الممثل المناسب، الفيلم المناسب هو انا. فيلم البطل موجود حاليا بالقاعات السينمائية، إذا كنتم مازال ما شفتوش سيروا تفرجوا فيه وشجعوا السينما المغربية. شكرا لك ابتسام، شكرا لكم يا أبطال على مشاهدة البرنامج. كنتمنى أنكم تكونوا قضيتوا وقيتة زوينة معنا، يمكنكم تعاودوا تشوفوا حلقات سابقة ديال بوبوب نيوز كذلك بوبوب شو عبر مواقع قناة الثانية دوزيم.ما لابليكاسيون ماي دوزيم.